التغطية المستمرة مع حضرتكم من شاشة قناة سي بي سي. ما زلنا نتابع مع حضرتكم كل التفاصيل في هذا اليوم المهم. اليوم موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية 2024. طبعا بتأتي إعلان النتيجة اليوم بعد مشاهد عظيمة ومشرفة. حضور كان لافت واستثنائي وغير متوقع من المصريين سواء في الداخل أو الخارج خلال الأسبوعين الماضيين. شفنا حضور كان استثنائي من كافة الفئات، خاصة طبعا كبار السن وذوي الهمم ومشاركة المرأة المصرية والشباب. كانت هناك تحديات كثيرة، لكن يعني المصريين أرسلوا العديد من الرسائل الهامة لكل دول العالم. في النهاية هي بتنم وترجمة فعلية للحب لهذا الوطن وتقديرا لهذا الوطن، والحقيقة كمان شعورا بالمسؤولية بكم وحجم المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن الحقيقة، وفي طبعا السنوات القادمة، سواء بنتكلم عن المخاطر والتحديات الإقليمية أو الدولية. مشاهد كانت أكثر من رائعة، مش عايزة أطيل على حضراتكم، خلونا نتابع المشهد أكثر مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. تحياتي لحضرتك وأهلا بك معنا. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية خليني أسأل حضرتك عن أبرز التحديات التي تنتظر الرئيس المصري القادم خلال السنوات القادمة. يعني احنا قبل ما نتكلم في التحديات طبعا يعني بنوجه التهنئه لمن سيعلن فوزه ان شاء الله يعني بعد قليل في الانتخابات، وان كانت كل المؤشرات يعني تذهب نحو يعني فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايه جديده، فنقدم التهنئه ليه. وبشكر الشعب المصري جميعا، بتفق مع حضرتك ان الشعب المصري يعني كان المشهد رائع وغير مسبوق، يعني المشاركة في الانتخابات بكثافة وبعدد كبيرة، ده ينم عن وعي الشعب المصري ومدى يعني أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة له كاستحقاق دستوري، كواجب وطني عليه، رسالة للعالم كله، وضد دعوة جماعة الإخوان المحظورة كانت بمقاطعة الانتخابات، رسالة للعالم كله الشعب المصري متمسك بدولته. بشكر أيضا أجهزة ومؤسسات الدولة سواء كانت الأجهزة الأمنية أو القضائية أو الإعلامية، كانت على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وكان في حيادية تامة في التعامل مع كافة المرشحين في الرئاسة الأربعة. أما من ناحية التحديات فالرئيس القادم يعني كان الله في عونه، تحديات أمنية احنا كلنا شايفين الوضع الأمني سواء على الحدود، في الوضع في السودان من الجنوب، الوضع من الغرب في ليبيا، الشمال الشرقي في فلسطين، الوضع والتحديات المحافظة على الحدود المصرية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة يعني أدار كل هذه الملفات بحكمة وشجاعة واتزان، واستطاع ان هو مع الجيش المصري والشعب المصري يحافظ، الشرطة المصرية يحافظ على الحدود المصرية وعلى الأمن القومي المصري، فده تحدي كبير في استمرار المحافظة على الوضع الأمن القومي المصري وعلى الحدود المصرية يعني دون تأثر بما يحدث، ما يحدث يعني في على الحدود المصرية يعني غير موجود له مثيل على مستوى العالم، ان احنا كل الحدود سواء كانت من الجنوب او من الغرب او من الشمال الشرقي يعني فيها عدم استقرار أمني وعدم استقرار سياسي. ايضا هناك تحديات اقتصادية، يعني كلنا شايفين الفجوة الكبيرة ما بين الاستيراد والتصدير، ما بين الفجوة الدولارية، الميزان التجاري الاستيراد أكثر كثيرا من التصدير، وبالتالي ترتب عليه وجود فجوة دولارية، وطبعا احنا كلنا شايفين الوضع الاقتصادي والوضع المالي غير المستقر على مستوى العالم نتيجة التداعيات، ارتفاع معدلات التضخم، فيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، فده أثر على الوضع المالي والاقتصادي وبالتالي طبعا أثر على الوضع في مصر. فطبعا الرئيس القادم مطلوب منه يعني زيادة الاستثمارات بشكل كبير وجذب الاستثمارات سواء كان من خلال تشريعات جديدة أو من خلال تفعيل القرارات والتشريعات السابقة. يعني ذات الاستثمارات هيترتب عليه خفض معدلات البطالة، توفير فرص عمل، تقليل الفجوة الدولارية، أيضا توطين الصناعة. الدولة المصرية كانت في الفترة السابقة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت جدا بتوطين الصناعة، لأن ده هو المؤثر الأساسي في تقليل الفجوة في الميزان التجاري ما بين
الاستيراد والتصدير ده هيؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات المصرية أو زيادة التصدير. هناك أيضا تحدي كبير وهو مشكلة غلاء الأسعار اللي بيواجهها الشعب المصري منذ فترة وضغط على الشعب المصري بشكل كبير. دي مشكلة كبيرة يعني هتواجه الرئيس القادم. هناك عدد من التحديات أيضا تتعلق بكيفية استكمال المشروعات التنموية. الفترة السابقة الدولة المصرية يعني بدأت في تنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات القومية، المشروعات الاستراتيجية، المشروعات التنموية، مبادرة حياة كريمة. فإزاي إن احنا نستمر في تحقيق التوازن ما بين الأزمة المالية الموجودة على مستوى العالم ومنها مصر، وما بين الاستمرار في استكمال المشروعات القومية والمحافظة على الانتعاش الاقتصادي وعدم ترتب بطالة عدم نتيجة توقف هذه المشروعات. فده يعني تحدي كبير ان احنا ازاي نوازن ما بين الاستمرار في تلك المشروعات وما بين الأزمة المالية والاقتصادية اللي بواجهها كل دول العالم ومنها مصر ايضا. هناك عدد من القوانين المهمة ينتظرها الشعب المصري، سواء كانت تتعلق بقانون الإيجارات السكنية القديمة أو قانون المحليات أو قرار البناء الموحد. التحديات التعليمية يعني احنا كلنا شايفين مشاكل التعليم، في عجز في المدرسين، في عجز في الفصول، والدولة بتحاول يعني بمجهود كبير القضاء على هذه المشاكل والاستمرار في تطوير مناهج التعليم. ملفات عديدة سواء كانت ملفات أمنية أو اقتصادية أو تعليمية أو قانونية بتواجه الرئيس القادم، ندعو له بالتوفيق ونقدم التهنئة مسبقا لمن يعلن فوزه بعد قليل، وجميع المؤشرات يعني تذهب نحو فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد أنه عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كان في كل القطاعات وعلى كافة الأصعدة، ومن النقاط الهامة اللي حضرتك ذكرتها طبعا هو العمل على ملف البطالة، أنه كانت نسبة البطالة سنة 2013 كانت 13.5%، اليوم في 2023 وصلت نسبة البطالة في مصر بين الشباب ل 7%، علما بأن النسب العالمية بنتحدث عن 5 أو 6%. وبالتأكيد أنه هذا بيحتاج المزيد من العمل والحفاظ على ما وصل له في هذا الملف الهام خلال الفترة القادمة. ده طبعا اللي أنا بأكد عليه، اللي هو إن أنا التحدي الكبير إن أنا إزاي أستمر في يعني البناء والمشروعات القومية واستمرار المشروعات القومية واستكمالها، سواء حياة كريمة، المشروعات الاستراتيجية، مشروعات الطرق، المشروعات المختلفة، المدن الجديدة. ده هو اللي بيترتب عليه يعني المحافظة على يعني خفض نسب البطالة أو عدم زيادتها، لأن احنا لو توقفنا عن هذه المشروعات طبعا سيترتب عليه ركود اقتصادي وبالتالي يعني زيادة نسب البطالة. فده تحدي كبير جدا ان احنا ازاي نوازن ما بين الأزمة المالية والاستمرار في استكمال المشروعات القومية الكبرى. بالتأكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شكرا لك على وجودك معنا.